الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، القرآن جبي دزدكري خبرونا ده، يد عربي جبي دزدكري خبرونا ده، منار إسلامي را ديو تخطا ستا ورانديكي فدي خبرونا كيز مقرر كتاب العربية بين يديك دهم جزء درياويين درس العالم الإسلامي ترعنوان لاندي دهم جزء تغبر خجريان لري. فتير اخبروانا كيمو دا عربي جبي جرامر تسرخ كارك او دا غيت سخمو يو قاعدة رواقست لكا مخ كيمو چي ادوانا كليوا دا كتاب دا امتيازات و زنگرتياو سخدا دي چي بمختلف وقتونو كي دا عربي جب بمختلف مهارتونو ما نكار كبي لكا كلك مخ كيلار شو مغتفت عنوان راكو أصوات أصوات لتلفز ببرخبان نكار كوي بيور بسي ملاحظة نحوية دا عربي جبي دا جرامر يا دا نحوي و دا صرف قواعد راخاي ننرازي بالدرس كي فهم المسموع عنوان راكوي. فهم المسموع معنا تجد شي أوري دا غينا تأخذ كوي أوري دا الشوشي او دا اغيط سخا اخذ يا فهم يا استفادة. نباد يدونا وكرم لكا سنگا چه دو كتاب دو رموز و دا علامات و نهم معلومات كيگي درس دا كسر سر تلاو لري. دريا ويهم درس بوروس دا دا منار اسلامي راديو سخا بشاري كسر وو خمخ كي دين چه منو تاسو دا كسر درس تلار شو دلتا هم ده كتاب ده اصول الطرز العمل سرسم رازو چه پده تمرين كي دزده كون كونا چه وقتنا لري هاقا وقتنا اخلو. استمع الى الخبر ثم اجب عن الاسئلة التالية باختصار. استمع الى الخبر ثم اجب باختصار عن الاسئلة التالية باختصار. معناها مفهومي؟ وي خبر تغوكشا من متزمر تخبرونا يا نوي معلومات او ياد نري بتلاو باني معلومات كمن متزو ويو اغا من متزو راكوي ويتدي تغوكشا ما اغا كي سرش من متزو او دريا وين درس تاغي كي امدك خبرونا من متزو تواي بيغوطن لري. ثم اجب عن الاسئلة التالية باختصار بيوي لاندي استفهامي يا سوالي جملي در كليدي دي تب مختصر شكل باني جواب هم هو مختصر شكل وطا جواب هم هو كمانو تاسو غورو او خبدو كتابونو تازير شو نشباج استفهامي جملي راكوي داشباج استفهامي جملي يا سوالي جملي كم خبر چي تاوري يا اوريد الشوي خبر داغيد سخه جور شوي سوالونه دي نو خبر دي اوريد مكمل شكل باندي تبي داغي سوالونو يا استفهامي جملو تا په مختصر شكل باندي جواب وای لن لن جوابونه ورتا هو دا جوابونه د عربي چې به هغز د کون کې وایل شي چې د کوم د سماع مهارت قويه او پیاوړې وي. مو یادونه کړی وا چې د عربي ژبې زده کړه یا د نورو ژبو زده کړه د پنځو مختلفو مهارتونو څخه جوړه شوې ده. کله چې په دغه پنځو مهارتونو باندې کار وشي د عربي ژبې مینوال په اسانۍ سره خپل هدف ته رسیدی شي. نو دلته هم فهم المسموع د هغه پنځه مهارتونو څخه یو مهارت دی. اوس ته خپله وګوره استفهامي يا سوالي جملي در کړي دي یو کرته کې سټه دی واوري دا یو سوال جواب دی ویلي دا غینه په استفادې سره یو سوال دی جواب بیا بیا تر اخره کچیرته یو کرته کې سټه واوري دا او یو سوال دیم جواب نکړو نو باید د عربي ژبې مینوال په خپله په دې پوه شي چې زما په دغه برخه کمزوري ده چې هغه د سماع مهارت دی د عربي ژبې د اوریدلو قوت می کمزوره دی باید دغه برخه باندې کار وکړي. نو راځو
مخکې دین چې څه واورو زه درته دغه استفهامي یا سوالي شپږ جملې چې راکوي همدغه اخلو جوابونه یې زده کوونکو ته د کورنۍ دندې په شکل باندې پرېږدو. لومړۍ پوښتنه راکوي: ما اسم المجلة الجديدة؟ ما اسم المجلة الجديدة؟ يا ما اسم المجلة الجديدة؟ وإذا نبي مجلة ما هو تسمى مجلة ويو ممكن زني مجلة دري ورجيني في الكتاب بشكل باني كافيكي بازار كي بيها غزني خرشي وزني مفتي وركول كيكي والمهم زني دري ورجيني وزني هفتواري وزني سالور مشتيني وزني كلاني زني قستاسو بطولانك وتهم مجلة ويو وإذا نوي مجلي نمشي. دائما بختنا ما لغة المجلة الجديدة؟ ما لغة المجلة الجديدة؟ وإذا نوي مجلي جبا يا لسان تشر يا بكم لسان ماندي أو بكم جبا باندي دغا مجلة لكلكيجي. أو درم ما الهدف من إنشاء هيئة المجلة؟ ما الهدف من إنشاء هيئة المجلة؟ معناها مفهومي؟ وإذا مجلة دبارة كميسون جوراول دي هدف يا مقصد تشهد مجلة ده كميسون ورتكاكي ممكن يا دكتني كميسون وي يا دكتلولو كميسون وي يا إداري هيئة وي خلق. المهم ده كميسون جوراول مجلة دبارة سهدف له. سلورم اذكر اسماء ثلاث دول ساعدتها الهيئة. اذكر اسماء ثلاث دول ساعدتها الهيئة معناها مفهومي؟ واذا دريو داسم يكونوا نمونا يادكرا كميسون ورسرا كومكرا مجلة كميسون ورسرا كومكرا اصلا هيئة تولي يا كميسون يا جروب ستوب دوي مخبولان دي ولي دهم دي بمعنى ماني رازي. بينزم جملة اذكر ثلاثة انواع من المساعدات. اذكر ثلاثة انواع من المساعدات معناها مفهومي؟ واذا دري قسمة كما كونو نمونا واخلا خمولة دي شد اللجنين حيئة المجلي جروب يا جولي يا كميسوني كما كنا وكلا نوستاتواي چه ده دري قسما يا ده دري نوا يا ده دري ودولونو كما كنا نمونا وخ شباقم ما الغارات التي تقدم لها الهيئة المساعدات؟ ما الغارات التي تقدم لها الهيئة المساعدات؟ معناها مفهومي؟ وكم اللو يوشتا تاكل شوية كميسون كما كنا وراندي كوي ما القارات التي تقدم لها الهيئة المساعدات معناها مفهومي؟ ويقوموا لو يوجو تا يا برازمونو تا داغي مجلي كميسون يا هيئة او ياد دوي مشران كما كنا وراندي كوي داو بينزو مختلف بختني چله اوریدل شوی درس په تړاو باندې د عربي ژبې د مینوال څخه د سماع مهارت د قوت او یا د سماع مهارت د ارزیابۍ لپاره کیږي او وشو نو کلم چې د عربي ژبې مینوال د سماع مهارت قوي شوی وي هغه ته ان شاء الله د دې سوالونو په جوابونو کې هیڅ قسمه مشکل نه پیږي. خو کچته د سماع مهارت کمزور او د مغې کمزوري د فیصدۍ په اندازه باندې بداد زنو ستونزو او مشکلات سره د دې جوابونو په حل کې مخش جوابونه د عربي ژبې مینوال او زموږ د خبرونې او ریدونکو ته د کورنۍ دندې په شکل باندې پرېږدو. راځو په شریکه سره درې اویم درس اورو ترڅو مو دا خستل شوی فهم المسموع تر عنوان لاندې شپږو جملو د جوابونو څخه برخمن شو. الوحدة الثالثة عشرة، الدرس الثالث والسبعون. استمع إلى الحوار. الحوار
مسابقة إسلامية. هذه مسابقة عن العالم الإسلامي، هيا نحلها معا. سؤال لك وسؤال لي. حسنا، السؤال الأول عن عدد المسلمين في العالم، أكثر من 1 مليار مسلم. السؤال الثاني عن عدد الدول الإسلامية في العالم، 54 دولة إسلامية. السؤال الثالث، القارة التي فيها أكثر عدد من المسلمين، قارة آسيا. القارة التي فيها أكبر عدد من الدول الإسلامية، قارة إفريقيا. أكثر الدول الإسلامية سكانا، إندونيسيا. أكبر الدول الإسلامية مساحة، السودان. أقل الدول الإسلامية سكانا وأصغرها مساحة، جزر المالديف. السؤال الأخير، البلد الإسلامي الذي يحتله اليهود، فلسطين. أنقذه الله منهم إن شاء الله. ينهى من مسابقة سهلة. الوحدة 13، الدرس 74، فهم المسموع. استمع إلى الخبر ثم أجب عن الأسئلة التالية باختصار. صدر في ألمانيا العدد الأول من مجلة إسلامية جديدة اسمها صدر في ألمانيا العدد الأول من مجلة إسلامية جديدة اسمها المسلمون يساعدون، تطبع باللغتين الألمانية والتركية، وتقع في 36 صفحة. وقد أسست هيئة المجلة في ألمانيا سنة 1985 للميلاد، وهي تهدف إلى مساعدة المسلمين في مناطق الحروب والمجاعات في أنحاء العالم الإسلامي. وقامت الهيئة بتقديم المساعدات في كل من أفغانستان وبنغلاديش والبوسنة والهرسك وألبانيا وتركيا والسودان ولبنان وفلسطين. وأصدرت الهيئة بعض الكتب والمطبوعات إلى جانب تقديم الأدوية والرعاية الصحية والغذائية، كما قامت بحفر الآبار وإنشاء عدد من المشاريع الزراعية في القارتين الآسيوية والإفريقية. أولا، ما اسم المجلة الجديدة؟ ثانيا، ما لغة المجلة الجديدة؟ ثالثا، ما الهدف من إنشاء هيئة المجلة؟ رابعا، أذكر أسماء 3 دول ساعدتها الهيئة. خامسا، أذكر 3 أنواع من المساعدات. سادسا، ما القارات التي تقدم لها الهيئة المساعدة؟ داودري أبين درس كمنو تاسو ألا تلا دي وكريش فيدا متري أخستيوي دسي ما مهارات مورثر قوي شوي أو مناسب جوابنا در كول شوي بوختنو ياد سوالون دبارا ولكي أو انتخاب قد ازدكونكو دبارا يوزل بيا يدوانكو كزموك بدغيوار يا دوا كارات دسي ما مهارات باني كار كولو باني باسنا ونكري بلكي دسي ما مهارات لا زياد كار تزروت لري روم د منار اسلامي راديو امکان نشته چې موږ تاسو ته استديو نه سره وړاندې کړو، خو بیا هم کولای شي په خپل کور کې د علماو تقریرونه په عربي ژبه باندې، البته مختلف فقاهي په عربي ژبه باندې هم در رقم ته ځینې نورې ویډیوګانې چې هغې کې قصص د انبیاو یا د صحابه کرامو یا د تابعینو شوي وي وای وري او د سماع مهارت پرې پیاوړی او قوي کړي. نو همدغه یوازینۍ طریقه د سماع مهارت د قوت دپاره چې بار بار اورېدل د عربي ژبې تقریرونه، فکاهي، د انبیاو قصص او داسې نور، سماع مهارت ورسره قوي کېږي او پیاوړی کېږي. بل عنوان راکوي، بل مستقل عنوان په بل مهارت باندې کار کوي. مخکې مو د سماع مهارت باندې کار کولو، نو اوس راته عنوان راکوي تکلم. تكلم معنى خبري وكرا، تكلم معنى خبري وكرا. تلتقوس واري جدا عربي جي بيزدكون كي
ده عربي جبي دي تكلم مهارات قوية وبيوريش ده عربي جبي دي تكلم مهارات قوية وبيوريش واري كي ده عربي جب من اول كي بعربي جب بند خبر وقوي وتوانية وطاقة بيداش ده دي عنوان لاني هم دو تمرين راكوي او ده دوار تمرين هدف ومقصد ده عربي جبي من اول عربی جبا باندی ده خبر و کولو سر اشنا کول دادی دو وجه نه بده که زیاد اغختانه او دیر زور او دیر ترکیز او حدزوانه ده عربی جبا بزده کون که باندی که گی اکثر وقت ری استفهمی پختانی که چه دادی جواب پا عربی جبا باندی راکی نو پخپله چه کل پا عربی جبا باندی جواب ورکوی پخپله ده عربی جبا ده تکلم مهارت قوی او پیوله که گی او د عربی جبې خبر او کول توانایی پکې پیدا کیږي نو راځو د لومړني تمرین غوښتنه اخلو التدريب الاول معنا لومړی تمرین تبادل الاسئله والاجوبه مع زميلك نشاط ثنائي معناه مفهومي ويدخل مرګلی سره سوال او جواب وکړه سوال نو خو به درکړي جواب به مرګلی درته وایي څنګه تاسو خپل کتابونه تجربه شو پدې کې به خالي ځای راکړي صفحې چپ طرف ته راته لیکي نشاط ثنائي معنا دوه کسیزې کړنی ځانته دا تمرین نه حلېږي لازم بل مرګله به درسره وي چې تر څو د هغه څخه پوښتنه وکړي او هغه په عربي ژبه باندې جواب درکړي یا هغه تا څخه پوښتنه وکړي او ته ورته په عربي ژبه باندې جواب ورکړي نو ځکه موږ تاسو ته وایي چې نشاط ثنائي دوه کسیزې کړنی مشبق سوالی جملی را کوي یا استفهامی جملی را کوي او ټول جملو مخه تا په خالی ځای کې لیکي اجابتون هو معنی آزاد او مستقل جوابونه لومړنی پوښتنه را کوي مسمو بلدی کا مسمو بلدی کا معنی مفهومی و استاد ملک څه نوم دی بلد کل کل د ملک لپاره استعمالیږي او کل کل بلد د خار په معنا باندې هم راځي بلدون انا خار او کل کل بلدون په معنا د ملک سره هم یا وطن یا هیواد سره هم راتلش خو لکه المهم ما اسمو بلدیکا استاد خار نوم چه دی یا ما اسمو بلدیکا استاد ملک نوم چه دی د مو تاسو د وخت او زمان سره معلومول شو چې په دې کې د بلد نه مراد خار دی او په دې کې د بلد نه مراد ملک دی سیاق سبق نه هم معلومې ده شي دویمه پوښتنه راکوي فی ای قاره بلدک فی ای قاره بلدک معنی مفهومی وی په کومه لویه وچه کې ستاسو هیواد دی مختلفی لوی وچی لرو په دنیا کې برازمونه لرو نو تا ته وایي چې په کومه لویه وچه کې ستاسو د هیواد یا ستاسو د ښار موقعیت موجود دی آسیا کې اروپا کې افریقا کې یا په بله کومه درېمه پوښتنه راکوي ما عاصمته د هغې پایتخت څه شی دی عاصمه معنا پایتخت یا مرکزی خار یا مرکزی نقطه او ها زمیر ده ما عاصمته ده هغی عاصمه یا پایتخت کم یا چلورم کم عدد سکانیه کم عدد سکانیه معنی مفهومی د اوسیدونکو تعداد څومره دی د اوسیدونکو تعداد څومره دی پنځم ما مساحته معنا پراخواله څومره دی ورته چې ملک دی کوم بر اعظم کې نو ته ورته کله په جواب کې چې ملک مطلب کې بر اعظم کې نو بیا د ملک په تړاو ترې پوښتنه شروع کړي پایتخت چې دی څومره خلک پکې اوسیدونکي لري څومره پراخواله لري ما مساحته معنا د پراخوالي اندازې څومره ده یا مساحت څومره دی شپږمه او اخیرانه پوښتنه کم عدد المسلمین فيه
كم عدد المسلمين فيه؟ معناه مفهومي؟ ودي مسلمانانو بكي تمرا تعداد بيك كتاب انت ترشو ده طول مخدها مغي وجملة إجابة حرة. إجابة حرة معناه أزاد أو مستقل جواب مزدكون كي أو ده عربي جب من أول بخبلة ده السؤال ده جواب بتاعه وباني فكرة وسوش كوي وبالآخرة جواب بتاعه وركوي نبيخبل هدف ترسيغي شب عربي جب باندي ده تكلم مهارات سر أشنا كدل يا عربي جب باندي خبرو كولو توانية وقدرات بزان كي بدا كول دول مره تمرين ده تكلم تر عنوان لاندي شمو تسوخ رازو دوهم تمرين تا مخيط دينا شو تمرين تلاشو تمرين غوخت ناخسو التدريب الثاني دوهم تمرين قم مع فريق من زملائك بإعداد مسابقة عن العالم تشمل نشاط الفريق معناه مفهومي وده مرقلو ده يو كروب سراي ومسابقة يا سيالي دائرك ده چه پتلاو؟ ده نرأي پتلاو ده نرأي ده جهان پتلاو باندي ده مرقلو ده يو كروب سرا يو سيالي او مسابقة دائرك بيواي نشاط الفريق مانا كروب اكراني يو مجموعة يو كروب راتوليهي او ده تمرين تجواب واي زن تا پا یو کس بندی دی تمرین حل مشکل ده یا ممکن نده نو که خپلو کتابونو تزیر شو رکول شوی شپارس جملی لرو شپارس جملی لرو نو ده خو مسابقه ده او مسابقه هم ده نره یا ده جهان پتراو ده نستا چخا ده نره یا ده جهان پتراو بانده معلومات غالی پا عربی جبه بانده البته مهم هدف و مقصد دلیل څخه د عربي ژبې د تکلم مهارت قوي کول او پیاوړي کول دي نو شپاره جملې راکوي هر جمله خالی ځای لري خالی ځای باید زده کوونکي د خپل علم او د فهم سره سم جواب کړي او خالی ځای باید ډک کړي لومړنۍ جمله راکوي عدد السکان فی العالم پنړی کی چمرا مخلوق اوسیږي پنړی کی چمرا مخلوق اوسی دویم عدد الدول فی العالم پنړی جهان کی چمرا ملکونه شتون لري مسابقه د کنده نړی د جهان په تړاو باندې موږ تاسو وای چې نړی جهان کی چمرا ملکونه شتون لري دول جمع دولت دول جمع دوله دول ويدي دولة جمع دا معنى ملكونا دولة معنى يوم ملك أو دول معنى غير ملكونا دريما جملة ركبي أغنى الدول في العالم أغنى الدول في العالم وفنريكي يابا جهانكي مالدارة رينا ملكونا أغاواتا بدي خالي زايكي وليكا بلا جملة دي بالعكس راكوي أفقر الدول في العالم أفقر الدول في العالم معناه مفهومي وغريب ترين ملكونا بناري يا جهانكي إنزما جملة أقوى الدول في العالم أقوى الدول في العالم وقوي ترين أو قوة لرنك ملكونا بناريكي بلواي أضعف الدول في العالم أضعف الدول في العالم زي افترين ملكونا بنا رأيكي كم دي داري وفختوني خالي زينو پا كتابونو كشتا دي كفكر مو كتابونو دوي خالي زينو درو پا دي كي جواب بلند شغل باني ولد بلواي و أكثر القارات دولا اكثر القارات دول منارف ودي نړۍ په برازمونو کې کوم برازم ډیر ملکونه لري په برازمونو کې ډیر ملکونه لرونکي برازم کوم یو اتم اقل القارات دولا د نړۍ او
وبرازموني كي لك ملكنا لرنك برازمكم يوم. بلا جملة أكثر الدول سكانا. أكثر الدول سكانا لنرأي بملكنا كي زياد نفوس لرنك ملك كم يودي سكان معنى أسيدون كي. بلا جملة أقل الدول سكانا. أقل الدول سكانا بملكنا كي كم أسيدون كي تداري نرأي بملكنا كي كم أسيدون كي لري كم ملك لري. أقل دا أكثر زد بواي أكبر الدول مساحة. أكبر الدول مساحة ويدو براخوالي بلحاس باندي بنريكي براخ ملك أو غط ملك بلواي أصغر الدول مساحة. أصغر الدول مساحة دا براخوالي بلحاس شدير ولكي لي وملكونكي ولكي ملك كم يودي بواي أكثر القارات سكانا فبرازمونكي كم برازم دير نفوس لري يا دير نفوس لرونك برازم كم يودي قارات جمع قارة. قارة معنى برازم يا لو يا وجه أو قارات جمرز شبكم أكبر القارات مساحة. أكبر القارات مساحة فبرازمونكي براخ برازم أو لو يستر برازم يا لو يوجع كم أيوة أري مختلف لو يوجع لاري فدغا طول لو يوجع كي غاتا لو يوجع كم أيوة. أو أخيراني جملة أصغر القارات مساحة. المساحة يا لبر أخوالي بلهاز باندي ولك برازم كم يوم داود تكلم تر عنوان لاندي دوائم تمرين چه بنگو تاسو اخستو لطلا دي وكري چه پدي باندي زموك دخ براواني منوال او اوريدون كي وطواني كي چه دا غير طول جملو دو پارا جوابون اووي و پا عربي جب باني ور جوابون اووي خو دا عربي جب ازدکرا نتنها پدي تمرين نماني كي بلکي مگو تاسو چه کم جملی اخلو کم تمرینون اخلو داغ تمرینون او داغ جملی که یادی کلو پا رجینه و چارو که استعمالی کلو پا خبل زای بندی دا خبلا دا عربی جبی دی تکلم مهار قوی قوی و پیوره قوی او دا یوخا و سانه طریقه دا یا دا جملی یا انداغ جملو که لک تغییر او تبدیل راولو دلک تغییر و تبدیل نوروز تا منگو تاسو کوله شو چی دا جمله پا ورزینوی زندگی که استعمال اکلو بخبل کور کی یا دا مرگلو ترمنس او یا پا دا سنورو زیونو کی دا تکلم تر عنوان لاندی دا دوائم تمرین دا خلاصی دو سرسم العالم الاسلامی تر عنوان لاند دی برخی دری اویعیم درس هم پای ترسی رازو سلور اویعیم درس سلور اویعیم درس العالم الإسلامي تر عنوان لاني برخة دا العربية بين يدي كتاب مخي مباربار يادوانا كريوا چه كلم درس نوه كيگي دا درس بشورو كي هم منگو تاسو تنوه درس راكوي كلا چه دا درس نمبر نوه كيگي نو دا درس بشورو كي هم منگو تاسو تا يا لنده لکن راكوي يا دو قسيز محاور راكوي او یا ده گروپ بشکل بانی محاوره بانی نو دلتا هم که منگو تاسو خبلو کتابون تزیر شو لنده تو کرخی لیکن را کوی دا لیکن او ده دی هم شکل نوری لیکنی زه هدف او چه مقصد لری او ده چه ده پاره کتاب را کوی مخی مهم یادوانه کلیوا چه دا لیکن او ده دی هم شکل نوری لیکنی دیر اهداف لری خود مهم و اهداف و یاو او لمره هدف داده چی دا عربی شبی من اول او دا عربی شبی ازدکه اون که پا عربی شبا بند دا مزمون دا لیکلو سر اشنا کوی سنگه که ولش پا عربی شبا بند یو موضوع ولی که او یاد یوی موضوع پا تلاو بندی چو جملی را تو لکلی او یو پر مفهومه لنده ولسه لیکنه.
نو کلم چې زده کوونکی په سوچ او فکر باندې دا لیکنه او د دې هم شکله نور لیکنې ولولي، بیا کتابچه کې ولیکي، کولای شي چې د لږ تغییر او تبدیل نه وروسته نوې لیکنه ترې جوړه. نو د کتاب طرز العمل سره سم په ابتدا کې موږ و تاسو ته عنوان راکوي، تهیئه. تهیئه معنا تیاری یا برابروالی. دلته ذهنا غواړي چې زده کوونکي اماده کړي راتلونکي درس ته، نو د ذهنا اماده کولو لپاره پرې څلور پوښتنې کوي. راتلونکي لا درس نه دی ورکول شوی، د راتلونکي درس په تړاو پرې څلور پوښتنې کوي. نو بیا موږ تاسو نه غوښتنه لري، فکر فی الإجابة عن الأسئلة التالية. فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية، معناها مفهومي؟ ويدلاني سؤالون دي جوابون بتاعه أو فكر أو سوچ وقرا. لما لي بختنا ركوي، متى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ متى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ معناها مفهومي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبيغمبر إبان مبعوث شو؟ دوين أين بعث؟ أين بعث؟ فكم زيكي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث شو؟ أو درين لمن بعث؟ لمن بعث؟ دچاد بارا وليقل شو؟ سألو رما وخيراني بختنا، هل أسلمت الشعوب الإسلامية رغبة أو رهبة؟ أي ويد مسلمانان أو إسلامين علي؟ كده إسلام مقدس دين قبول خلو من أو شوق وثرو أو كان دير دواجنة دي إسلام مقدس دين تغارة كي خلا؟ أي تنور بختني؟ كي بختني العربي جب من أول؟ راتلون کلان دی لیکن تا ذهنان آماده کرد. مرازو راتلون کلان دی لیکن تا عنوان ورکوی میزات العالم الاسلامی. میزات العالم الاسلامی معنی مفهومی و دی اسلامی نرائی زنگرتی آوی. میزات جمع میزه، میزه معنی زنگرتی آوی یا خصوصیت، او میزات معنی زنگرتی آوی یا خصوصیتونه. رازولان دی کنی تا لکه څنګه چیز مونگو ستاسو اصول او طرز العمل دی درس زیلوالم تا سره سره غوښی، بیا به وروستا د هرې کلمې او د هرې جملې معنا او مفهوم ته رازو رازو زیلوالم خپلو کتابونو ته تاسو زیر شئ. بدأت الدعوة الإسلامية في الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي وانتشرت سريعا خارج الجزيرة العربية، وبعد قرن ضمت مساحة واسعة من الكرة الأرضية، وبعد قرن ضمت مساحة واسعة من الكرة الأرضية، شملت المنطقة من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن البحر الأسود وسيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا، إلى المحيط الهندي جنوبا. دخلت شعوب كثيرة في الإسلام طائعة لأنه أزال الظلم عنها وحقق لها العدل، وقد جعل الإسلام من المسلمين أمة واحدة هي الأمة الإسلامية. قال تعالى إن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ووحد الإسلام بين المسلمين بالرغم من اختلاف أعراقهم وألوانهم ولغاتهم وبيئاتهم، فربهم واحد وكتابهم واحد ورسولهم واحد وقبلتهم واحدة. للعالم الإسلامي مزايا كثيرة جعلته من أهم المناطق في العالم، فمن ناحية
هو كالقلب لآسيا وإفريقيا وأوروبا، ويشرف على كثير من الممرات المائية كالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وبحر العرب والخليج العربي والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والمحيط الهادي. وفي العالم الإسلامي ثروات زراعية ومعدنية وحيوانية عديدة. سالورا بيهم درس ميزات العالم الإسلامي تر عنوان لاندي لاندا لكنا جمعنا تاس ترا کروا ستاسو پترانا چوپر كي موضو ستلا اللہ تعالى دي وكري چه دا غبر خستاسو دا عربي جبه دا قراءت پا مهارت با نکار شووي او دا عربي جبه دا دوستو سره مو اشناك خو باید پیادو لره چه زمو پا دا غيو کارت لوستو باني بسناو اکتفاو نکره بار باري والوله تقصو مدى عربي جبيد الوستود سرا اشنائي بيداش معنى ومفهوم باي برار وانا اخبروانا كي وقلو اوس خبال اخبروانا باهم ديدي باني باي تراسو نور با الله تلاس بارم خو وقت ولري خاد او بردي وسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.